السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف عملة دولة نيكاراجوا اسمها كوردوباز. زي ما انتم شايفين قدامنا خمسة كوردوبا أو كوردوباز نيكاراجوا باللون الرمادي الفاتح، وعلامتين مائية حمراء وزرقاء زي ما انتم شايفين، في علامات واضحة جدا. بعد كده العشرة كوردوباز لعملة دولة نيكاراجوا، العملة باللون الأخضر وفي نخلتين على شمال العملة وسد. من الخلف صورة فنانة تقوم بعمل استعراضي أو رقصة أسبانية زي ما انتو شايفين. دي عملة العشرة كوردوباز نيكاراجوا. بعد كده ورقة الـ20، العملة ألوانها جميلة جدا وزاهية زي ما انتو شايفين. دي الـ20 كوردوباز، على الشمال في سلحفتين برمائية، ومن الخلف بعض القبائل القديمة في دولة نيكاراجوا. صورة العملة جيدة جدا. بعد كده ورقة الـ50 كوردوبا، اسم العملة كوردوباز لدولة نيكاراجوا. آلة موسيقية علامة مائية على الشمال زي ما انت شايفين. الآلة الموسيقية ظهر العملة، بعض الفرق بتقوم بعمل استعراضي، وطبعا علامة دولة نيكاراجوا الهرم اللي فيه عين في النص. نفس الكلام عملة المية باللون الأزرق، عليها طبلتين على شمال العملة كعلامة مائية، وعلامة مائية على اليمين كبيرة زي ما انت شايفين. من ورا عربة تجرها الخيول، والطبلتين أيضا على يمين العملة. ألوان العملة جيدة جدا. دي عملة الـ200 كوردوبا لدولة نيكاراجوا باللون البرتقالي، عليها بعض ال دي عملة الـ200 كوردوبا من الخلف باللون البرتقالي زي ما انتم شايفين، عليها طائر علامة مائية. بعد كده ورقة الـ500 كوردوبا لدولة نيكاراجوا باللون البينك أو الفوشيا، وعلامة مائية على الشمال صورة بعض المزروعات في دولة نيكاراجوا. بعد كده عملة أو فئة الـ1000 كوردوبا باللون الأخضر الغامق، عليها علامة ورقة شاي علامة مائية على شمال العملة. نفس الكلام بيبقى من الوجه علامة الـ1000 على شمال العملة. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور. شكرا لكم جزيلا.